انت كده دخلت عكس يا معلم. اركن على جنب وعشق، احنا مش هنسيب حقنا يضيع ابدا. طبعا مش هنسيب حقنا، مصر عمرها ما سابت حقها. وانا بناشد كل مسؤول في اليابان وفي مصر انه يتدخل لحل هذه المشكله. معالي سفير اليابان على التليفون. يبدو ان الشخصيه اليابانيه المعروفه بالتزامها لن تخذلنا. معانا السفير الياباني مستر تاناكا ناكاميشي. دكتور أيوب، ممكن أستاذ محرم يجي سفارة اليابان؟ نحل مشكلة في إطار ويدي. إيه رأيك محرم؟ تاخد تحويش لأمر 50,000 دولار وتنسى موضوع الولادة. مستر تاناكا، حاول أحسن لخناقتني، هات لنا الماتش. من فضلك إهدى يا أستاذ محرم، إحنا عاملين كونفرنس عشان نحل المشكلة مش نعقدها. ما تقول حاجة يا متر فرحات. آه عندك حق يا متر، فعلا إهدى شوية يا محرم، ما يصحش كده. وما يصحش برضه يا متر اللي هي بتقوله ده، احنا بتوع كده؟ يعني ايه ترمي لنا 50,000 دولار ونرمي لحمنا في الشارع؟ طب خليهم 80 ولا كنوز الدنيا كلها تجننا عن ولادي. ولعلمكم انا مش هسكت، هعمل لكم كل يوم فضيحه بجلاجل في الفضائيات، ده حتى الاستاذ عمرو اديب لسه مكلمنا، وخير رمضان كمان. والدكتور سعيد حساسين. حساسين اتكلم. والدكتور سعيد حساسين، هيموت واطلع معاه، وهيديني ربع كزبره وانا مروح. مستر تاناكا، قول لهم ان اليابان دوله عظمى ومش هتنفذ الحكم. لا لا عظمى ولا صغرى، انتوا كده بتعرضوا نفسكم لجريمه عدم تنفيذ حكم قضائي، والمتر فاهم كده كويس. مفيش تناكا يا مستر تناكا، فيها حبس من 24 ساعة لثلاث سنين. سمعت بودانكم؟ السفير بيقول حلوها فورا. صدقني محرم، مسرحة الولاد في اليابان هما مش هيجوا يا محرم. طب ايه رأيك ساكورا اولاد يجوا يشوفوا ابوهم ثم يرجعوا الى يابان؟ انت بتاخد رأيها؟ انا اللي مش موافق. والولاد هيجوا ويعيشوا معاها طول عمرهم. طول عمرهم؟ الولاد مش هيقدروا يعيش معاك اكتر من 3-4 شهور يا محرم. ده خيالك المريض هو اللي بيصور لك كده. كان زمان يا ساكورا، خلاص المستقبل لينا. المستقبل ليكم؟ في حاجه اتغيرت يا محرم؟ الدائري خلص؟ اه خلص، وبقى فيه نازله لصفت وتحتها موقفين توك توك. يمين بيروح صفت وشمال بيروح كرداسه. برضه مش اكتر من 3-4 شهور يا محرم. طب بس 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 يا مدام ساكورا، تاهت الإلهة. احنا نكتب عقد اتفاق، العيال يجوا لابوهم 6 شهور. حبوا الدنيا والحياه مشيت معاهم سلانسيه، يكملوا بقى، امهم تيجي تطمن عليهم اي وقت. اما بقى لو العيال زرجنت وما عجبهمش الوضع وقرفوا مننا، يغوروا في 60 داهية، مش عاوزين يشوفوا وشهم، ويا دار ما دخلك شر. الفكره دي مرفوضه محرم. ولادي انتظري ساكورا، انتظري، احنا موافقين فعلا، بس بشرط احنا اللي نصيغ بنود العقد. ماشي استاذ محرم، كما ينص العقد يبقى الاولاد معك 6 شهور، اذا لم ينخفض مستوى الصحه الذكاء التعليم يبقوا معك مدى الحياة، أما إذا انخفض أي من المستويات الثلاث يبقى الأولاد مع أمهم مدى الحياة وتعتبر متنازل عن حضانة الأولاد. إيه الكلام ده؟ إزاي أقبل إن أولادي يجوا لي تحت الاختبار 6 شهور؟ ده ما كانش اتفاقنا، وفرحات قال العيال لو عايزين يرجعوا هنرجعهم. هو برضه الأطفال بيعرفوا مصلحتهم ولا يعرفوا يقرروا مصيرهم؟ عندك حق والله يا متر، والله أنت نجم. ممكن تسكت أنت عشان إحنا بنتكلم مع بعض كلام قانوني؟ اسكت بقى واهدى شويه، انا بقلوص دماغهم لحد ما نطول العيال، بعد كده هلعبهم لك. هل ستمضي ام لا يا محرم؟ استنى يا عم، بنقرا بنود العقد واحنا بنشتري ثلاجه. تقرا بنود عقد يا محرم في ايه؟ طب والله ما انا مراجع كلمه ورا الراجل الطيب ده. امضي يا جدع امضي، ما انا مرسيك على الدور. هو انا كفتاجي؟ امضي. الاولاد هيوصلوا خلال شهر، كل اسبوعين تجيبهم السفاره عشان نشوفهم ونطمن عليهم، واضح؟ حقكم يا نجم، احنا عانينا ليكوا للسفاره. الف مبروك يا باشا، الف مبروك على تحت ابروك، الف مبروك يا سوزوكي، الف مبروك يا محرم، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. فرحات انت مش ناوي تستحمى؟ ما تاكلوا متر. الله، كل بطاطس، بطاطس حلوه. خير يا اخويا، خيلتنا. اسمعي بقى، من يوم ما جوزك العواطلي ده قفل ورشته واضطردتوا من شقتكم وجيتوا قرفتوني هنا، وانا مستحملكم وساكت يا بدريه، لكن دلوقتي ولادي جايين يعيشوا معايا. يا الف بركه يا اخوي. يعني البيت ده لازم يمشي زي الساعه، ده لو احنا عايزين نعيش مع بعض. والاسترج اللي قفل ورشته واستحلى قعده البيت وجوز النقاشين دول لازم يحترموا نفسهم. مفيش شقاوه في البيت وخبط ورازع، مفيش شيشه وسجاير، مفيش سهر وتلفزيون لوش الصبح. جرايه محرم، جرايه محرم، ما تضربنا بالطيران احسن. الله، ثم انت تتحكم فينا كده ليه؟ لا مؤاخذه، ما هو بيت ابوها زي ما هو بيت ابوك تمام. يعني ليها فيه زي ما لك فيه. اهدى شويه يا استاذ شاهين، ما يصحش كده. يا محرم يا حبيبي، الراجل ده صحيح شكله فاقد للاهليه، لكن للاسف كلامه قانوني. ما تتبط بقى يا شاهين، انت مش سامعه الكلام؟ سامعه، بس بصراحه محرم اخويا عنده حق.
ما تقلقش يا حبيبي، اوعدك اللي انت عايزه كله هيحصل. انت لو عايزني اسرب كلب البحر ده انا سربه. واولادكم هيتخندوا معاكم في اوضتكم، وانا هاخد اوضتهم لاولادي لحد ما نشوف حل. ايه ده؟ هيتخندوا معانا؟ خد يا دي سرجنت المارش يا ابني العبيطه دي سرجنت المارش. والنبي يا استاذ صاصا، صايق عليك النبي يا شيخ، وانت بتشتم بيلي يعني؟ اشتموا شتائم مؤدبه شويه. عندك مثلا يا كلب يا سافل، بلاش بالاب والام، ولادي جايين. ايوه يا كلب، ما توطي صوتك شويه يا كنكه، ما تتحمسش قوي كده يعني. وبعدين كل الناس اللي بتقعد عارفه ان انت كده كده جاي، هتروح فين يعني ببقك ده؟ وبعدين ايوه جاي دي بطلت. وطي صوتك يا كنكه، ولادي جايين. صباح الخير يا ام عبير. صباح النور يا سي محرم. معلش يا ام عبير، انا بس بستاذنك لما تحدفوا ميه غسيل يعني، يا ريت تبقى ميه بنطلونات، قمصان، فانيلات، بلاش ميه شرابات ربنا يخليك. تنفع ميه لبسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واخونا وجارنا محرم اللي ولاده اتاخدوا منه من سنين، الحمد لله ربنا اكرمه وراجعين ولاده هيعيشوا معانا هنا. الرجاء التزام الهدوء والنظام، ولكم الاجر والثواب عند الله. أرجو ألا تنسى تعليمات محرم، لا يصح بوس أطفال في يابان. طب والأحضان نظامها إيه معاك؟ برضو ممنوع أحضان. اطمئن يا سوزوكي، إن شاء الله محرم أول ما يشوف العيال هياخدهم قلمين. أوراق فيها معلومات أكثر، أكل، شرب، مواعيد، ودي شهادات تعليم أولاد موثقة. ساكورا تطلب منك أن تسرع في تقديم لمدارس، عام دراسي في بداية، ولا تريد أن يضيع عليهم. من بكرة إن شاء الله أقدم لهم في أحسن مدارس. سيب لنا الملف القانوني ده. وحشتوني يا ولاد، وحشتنا يا مصطفى، وحشتنا يا عبد الرحمن. السلام عليكم. بقولكوا يا اولاد، احنا عندنا بوس واحضان وكل حاجه، انتوا دلوقتي في بلدكم لازم تعرفوا عاداتها وتقاليدها، وعندنا كمان سلام بالايد بدل التفقير بتاعكم ده، فهمتوا؟ نعم فهمنا. بس يا عم الشلط خلاص وكله تمام، والنعمه منورين يا عيال، منورين. انا عمكم فرحات صاحب ابوكوا قوي، وبعدين انا محامي اصلا، ما يغركش التاكسي ده اكل عيش يعني، ده انا حتى عشان خاطركم مضيع ورديتين تاكسي وجلسه جنايات. خلاص يا عم انت هتذل العيال، خد شغلنا دي. ماشي اركب. ايه البتاع دي عليها ايه الفلاش؟ اطلع بس وعلي وانت هتفهم فيها ايه. يلا يلا اتفضلوا، منورين عيال منورين. خش يا محرم. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفى، ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفه وكل الدنيا في كفه.
ادينا وصلنا اهو. شفتوا مصر حلوه ازاي؟ ده الحي اللي هتعيشوا فيه. هتنبسطوا قوي. كلنا هنا اسره واحده. بنحب بعض وبنخاف على بعض. رحمة أمي لو أوريك يا شاهين. طول عمرك بتحلم بيها كدبة يا جلال. ما تعذبهاش بقى يا طبرة. وريني. راجع فلوس يا جلال. ما تخافوش أولاد. دول بيلعبوا جودو. مش يلا امشي امشي. بتعمل إيه يا عبد الحميد؟ شوف شغلك. ما تخافوش ما تخافوش. الشنط بسرعة فرحات. سيبوا الشنط امان. حرامي حرامي حرامي. اصل النهارده اليوم الرياضي ده الماراثون. خدهم انت محرم واطلع على فوق. اطلع انت وانا هغطي ده. تشكر يا ابو حبيب يا حرام وسخه. نورت بلدكم يا رجالة. زمان عمتكم بدرية مستنياكم على نار. هتحبوها قوي. شايفين عملتوا ايه؟ يا ولاد الكلب. 100 مرة اقول لعب كرة في الشقة لا. عامل لي فيها النيل يا هبل يا ابن اللهبل. يا بنات يا ابو كحكة. وانت يا ابو فطيرة. مش تقول له لا. ده عمتكم بدرية اللي كنت بكلمكم عنها.